ما معنى الناس؟ هو هذا أسباب السؤال الواحد يسأل في قضية بديهية، ولكن كما عودنا العلماء كثير من القضايا البديهية يثيرون فيها أفكارا تدفع إلى تحولها من قضية بديهية إلى قضية إشكالية. الناس صحيح، الناس البشر يعني. لكن في هذه القضية طرحت احتمالا بعد تتبع كلمات المفسرين. الرأي الأول وهو الرأي السائد للجمهور العلماء، الناس يعني البشر الإنسان، فإن كلمة الناس تطلق على الإنسان، تطلق على البشر، تطلق على كل فرد من أفراد الإنسان. هذا العنوان يجمع جميع هذه الأفراد، وهذا واضح، وهذا هو المنطلق والذهن، وهذا الذي نعرفه باللغة العربية. هكذا من الرأيسك يقول المراد بالناس هم المخلوقات الأعام، هذا فما نحكي بشرط المقسم، يعني المخلوقات الأعام من الجن والإنس. هذا يعني شوي غريب. طبعا ما الذي دفعهم إلى هذا؟ ورطة شعروا بها عند قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قالوا يوسوس في صدور الناس الجن الذين هم الناس الذين هم من الجنة والناس. إذن فالناس عنوان شامل للجن والإنس، ورطهم في هذا التفسير مقاربتهم لذيل السورة. هذا التفسير سوف نتوقف عنده عندما نتكلم عن الآية الأخيرة إن شاء الله تعالى، فنرى من الجنة والناس هذه إلى أين ترجع. ترجع إلى الناس الذي يوسوس في صدور الناس، هؤلاء الناس منهم جنة ومنهم ناس، أو ترجع إلى الوسواس الخناس الذي هو منه جن ومنه ناس. هذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى، لأن الآية الأخيرة وقعت موقع الإشكال في على ما ترجع، على الآية التي قبلها أو على الآية التي ما قبل التي قبلها. سيأتي بحثه إن شاء الله ونعلق عليه في وقته. التفسير الثالث الذي طرحه السيد الشهيد محمد صادق الصدر رحمة الله تعالى عليه، طرح تفسيرا مبنيا على قاعدة لا بأس بالتوقف عنده، لأن القاعدة مهمة في التفسير، خصوصا وأن القاعدة هذه مهمة في التفسير. السيد الصدر الثاني قال ما ذهب إلى معنى كلمة الناس في اللغة، وما وجد نفسه مضطرا لتأويل كلمة الناس وفقا للورطة التي تورطوها مع الآية الأخيرة. ماذا فعل؟ استقرأ كلمة الناس في القرآن، قال أنا حتى أعرف كلمة في القرآن الكريم ما معناها استخدم الاستقراء، أشرد أين استخدم القرآن كلمة الناس، أين استخدمها؟ في كل الآيات واحدة تلو الأخرى واحدة تلو الأخرى. قال أنا ذهبت استقرأت وجدت في غالبية الموارد التي استخدم القرآن فيها كلمة الناس ماذا كان يقصد. طبعا نقول تفسير السيد الشهيد صدر الثانية أنا أتكلم، قال ماذا كان يقصد؟ يقول قل كان يقصد الأشخاص غير المؤمنين أو غير المتقين أو غير البالغين رتبة من الكمال الإيماني، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. من الذين جمعوا لهم؟ غير المؤمنين. فأنا استقرأت استخدامات كلمة الناس في القرآن فوجدتها في غالب الموارد تستخدم في الأشخاص غير الكاملين غير الرفيعي المستوى في الإيمان والتقوى. هذه الصغرى، هذه باصطلاحنا الصغرى. الكبرى قال وإذا كانت غلبة الاستعمال لكلمة في معنى معين بحسب الدلالة القرآنية فهذا يشكل قرينة على المراد من المعنى في سائر الآيات. يعني مثلا أنا عندي 100 مرة استخدم القرآن الكريم كلمة الناس، في 90 مرة رأيت القرآن الكريم يريد بكلمة الناس أولئك الأشخاص الذين لم يبلغوا رتبة الإيمان أو رتبة الإيمان التقوائي درجة عالية من الإيمان. فأقول هذه 10 مرات المتبقية التي القرآن الكريم أطلق فيها كلمة الناس وليست ظاهرة في نفس المعنى، هل 90% يمكن أن تشكل قرينة على أن القرآن كأنما نحت اصطلاحا لنفسه
من كلمة الناس، فصارت كلمة الناس أينما أطلقت في القرآن تعني هذا المعنى الخاص، فأحمل 10% على 90%. قال هذه، يقول هو بحثها في الأصول، قاعدة إذا بنينا على حجية الغلبة في الاستخدام فحينئذ ما كثر الاستخدام فيه يكون حاكما على سائر الآيات التي لا نعرف المعنى فيها. إذن كلام السيد الصدر مؤلف من مرحلتين، المرحلة الأولى تتبعية صغروية موضوعية استقرائية، أن كلمة الناس في أغلب استخداماتها في القرآن تطلق على معنى خاص، لا على الإنس ولا على الجن ولا على الأعم منهما، وإنما تطلق على خصوص أولئك غير الكاملين في الإيمان، هذا في الغالب. نأتي إلى الكبرى، وكل ما غلب استعمال القرآن الكلمة فيه في معنى معين فلا بد أن نحمل سائر الاستخدامات القرآنية لنفس الكلمة على ذات المعنى. هذه القاعدة إذا صحت تؤثر كثيرا في التفسير، إذا صحت قاعدة الغلبة الاستخدامية هذه ستؤثر كثيرا علينا في التفسير، وبالتالي يصلح أن نتكلم عنها كقاعدة، يصلح أن نتكلم عنها كقاعدة تفسيرية. هذا التفسير الثالث الذي طرحه كاحتمال ويبدو مال إليه على ما أذكر السيد الشهيد الصدر الثاني في هذا السياق، هل هذا التفسير صحيح في صغرى؟ هل هو صحيح في الكبرى أي في القاعدة؟ أو ليس بصحيح؟ أو يوجد تحصيل في المسألة؟ لأن بلا شك القرآن نحت بعض المصطلحات، أخرج بعض الكلمات من دلالاتها العامة إلى دلالات أضيق، الصلاة أخرجها من الدلالة العامة إلى دلالة أضيق على ما هو المشهور، الحج أخرجه من الدلالة العامة إلى دلالة أضيق، القرآن تقوى أخرجها من الدلالة العامة إلى دلالة أضيق، الفقه أخرجه من الدلالة العامة إلى دلالة أضيق، القرآن استخدم عملية إعادة إنتاج المفردات بفهم ديني جديد كما يقول مصطفى حمد أبو زيد، يعني نفس الكلمة كان لها في الثقافة العربية معنى، القرآن أعاد إنتاج هذه الكلمة وضخ فيها معنى جديدا فصار لها في الثقافة العامة معنى آخر أضيق أو أوسع أو بين المعنيين عموما وخصوصا من وجه، وربما كان مباينا في بعض الأحيان. إذن هذه قاعدة مهمة يجب أن نتوقف عندها قليلا، والتوقف عندما طرحه السيد الشهيد الصدر الثاني في هذه القضية يقتضي مجموعة من الكلمات أو من التعليقات التي لا بد أن نضمها إلى بعضها بعضا لكي نتوصل إلى نتيجة في هذا السياق. اليوم الشروع أكتفي والحمد لله رب العالمين.